بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تحس كده النهارده واحنا بنقرا قصه الانجيل ان التلاميذ ضاع منهم كده لبعض الوقت الهدف اللي ربنا عايزه منهم. ربنا عايزهم ان هم يكونوا تلاميذ طول الوقت، رسل طول الوقت، بيخدموا طول الوقت. شوفوا ربنا بعتهم يخدموا يبشروا. اول ما رجعوا اول مشكله جت لهم وقفوا مكانهم ما عملوش حاجه. تم لسه ربنا عطينا قوه اللي احنا نخدم ونعمل معجزات. ايه اللي وقفنا عند النقطه دي؟ لسه كده الاسبوع اللي فات بقرا كتاب حلو قوي، يمكن طبعا مترجم العربي، اسمه سائح روسي. كتاب كده يعني في حاجات حلوة خالص، بس جزء من القصة حقيقية، جزء من القصص اللي عجبتني هو الراجل مراته توفت والبيزنس بتاعه اتحرق وهو كان تعبان ما بيقدرش يشتغل، كل اللي عرفه يقرا ويكتب. فابتدى يعيش، يعني قال له رب انا عايز اعيش لك. راح الكنيسة سمع الآية اللي هي بتقول صلوا بلا انقطاع، صلوا كل حين. فقال له انا عايز ادوق الآية دي. قعد يمشي من مدينة لمدينة، لكنيسة لكنيسة، ويتقابل كهنة كتير لغاية لما تقابل مع واحد من الآباء حفظوا صلاة يسوع My Lord Jesus Christ have mercy on me a sinner. وكان كل اللي معاه في جيبه الإنجيل وكتاب الفلوكية اللي هو بيقراه، وكان عايش مبسوط يوم بيومه، يمشي من مكان لمكان ياكل يشرب حسب ما الناس تديله، اشتغل شحات. في يوم من الايام كده هو ماشي هجموا عليه اللصوص، سرقوا منه الانجيل والفلوكيه بتاعه وضربوه. المهم يعني قصه طويله، بعد كده قابل البوليس المسؤول عن الحراميه اللي اخذوا من الحاجه دول. فالبوليس قال له انت بتقرا الانجيل؟ قال له انا بقرا الانجيل. قال له وانا كمان بقرا الانجيل. قال له انا وانا صغير كنت يعني كان مدمن الكحول. فقال له جت فتره طردوني من الشغل واتبهدلت، واحد كاهن جه عندنا قال له لو قريت صحف الانجيل كل يوم هتبطل الشرب. بيقول لي اخدت الانجيل منه قريته، تاني يوم جيت رجعته له قلت له الانجيل ممل وما استفدتش حاجه مش عايز اقراه. قال له خليه معاك وربنا كده هيقودك. فعلا بيقول بعديها بكام يوم جه يفتح العربيه بتاعته يبص عايز يشرب حاجه، لقى الانجيل فقرا اصحاح. تاني يوم قرا اصحاح تاني، فضل مشيت العمليه معاه لغايه لما خلص الاربع انجيل. قال اول ما خلصت الاربع انجيل كل ادمان الخمره اللي جوايا دي راحت. الحاجه بقى اللي عجبتني قوي اللي تخصنا قوي ان بيقول له من ساعه الموضوع ده بقيت اقرا انجيل كامل كل يوم. يوم يقرا متى كله، مرقس كله، لوقا كله، يوحنا كله، انجيل كامل يقرا كل يوم. ويقول له لو انا مثلا كنت تعبان اخلي مراتي او ابني يكملوا القرايه ليا وانا على السرير. لما ربنا بيخليني ابتدي حاجه في حياتي مش معنى كده اللي اجي عند فتره واقف. نعمة ربنا بتحب اللي يحافظ عليها، بتحب اللي يقدرها، لأن لما النعمة تروح الواحد ممكن يجاهد سنين عشان بس كده إيه يشوفها من بعيد أو يدوقها. فمع التلاميذ بالذات النهاردة ربنا عايز يقول لهم أنت رسل طول الوقت، طول الوقت أنت بتتكلم مع ربنا باستمرار. لسه بقرأ كده في كتاب عن حياة واحد من الكهنة، فبيقول في صلاة هو اخترعها، يعني بيقول سماها الصلاة الأفقية. ايه الصلاة الأفقية دي؟ الراجل ده كان كبير في السن 72 سنة، فبيقول يعني بالليل كنت بتعب فبيخش الحمام كذا مرة، فبيقول لما باجي انام ما بعرفش انام على طول فقاعد على السرير. فبيقول مع بدل ما افكاري تودي وتجيب بيقول بقى خليت جزء كامل من صلاتي طبعا غير صلاته العادية يقضيها وهو نايم على السرير.
كم مرة واحد ممكن يقلق بالليل ويجي يقعد كده يخلي مخه رايح جاي من غير ما ياخد الفرص دي اللي هو يقدمها لربنا؟ عشان كده ربنا عايزنا نكون ولاده طول الوقت, all the time. مفيش وقت أقول ده بتاع الأجازة بتاعتي, الفيكيشن بتاعتي, ولا ده وقت بتاع الدراسة, ولا ده وقت بتاع الشغل. طول الوقت أنا ابن ربنا, طول الوقت أنا أكون المسيح. وقد إيه ناس كتيرة حتى في أجازتها وحتى في أشغالها وحتى في مدارسها بيكونوا سبب نور لكل الناس. فالهدف اللي ربنا حطه للتلاميذ النهاردة, أنتوا رسلي في كل وقت في كل مكان. كم مرة بس حتى في الأسبوعين اللي فاتوا دول واحد يجي يقول لأبونا وإحنا بنتكلم على كلمة ربنا, ناس اتأثرت قوي, ناس ابتدت تبكي. لينا هدف واضح, ولما اخد حياتي اخليها بس تركز على نفسي يبقى انا كده ايه ضيعت الهدف. كان فاكر مره لك اخر قصه, فاكر مره كده في احد الخلوات بتاعه الكنيسه, فكنا حاطين نظام ان وقت الفري تايم ممنوع حد يقعد في الاوضه. فدخلت الاوضه لقيت واحد من الشباب قاعد, فقول له بتعمل ايه؟ قال لي عايز اقعد لوحدي. قلت له لا ما ينفعش, في نظام ما ينفعش تقعد لوحدي. المهم يعني قعدت اخد معاه شويه, فقال لي بصراحه انا ليا قانون روحي ولازم اخلصه في اي وقت, ما اقدرش ان انا اروح الفري تايم. لو عملت الفري تايم صحابي هيجوا بالليل في الاوضه, مش هقدر اخلص القانون الروحي بتاعي ده. فانا سواء في خلوه سواء في رحله لازم احافظ على نظام. والاخ ده بعد كده راح الدير وترهبن. بس حلو قوي الواحد عارف هو مين طول الوقت, وده كده ايه الرسالة ربنا يبعتها للتلاميذ. ربنا يدينا كده اللي احنا نكون صورته طول الوقت, واحنا كل المجد